الفاضلة. المرأة الفاضلة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم إيفت البياضي. المرأة الفاضلة برنامج يلقي الضوء على دور المرأة في الأسرة والمجتمع، ويزودها بالوسائل العملية لتكون المرأة الفاضلة في عين الله والأسرة والمجتمع، وأيضاً في عين نفسها. أهلاً وسهلاً بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة هنكمل حلقتنا مع أسئلة وإجابات من المشاهدين اللي عايزين يعرفوا حاجات كتيرة عن موضوع السحر والشعوذة والإبليس بيسمع ما بيسمعش، وحاجات كتيرة عندنا أسئلة فيها وجات لنا أسئلة. والنهاردة بننتهز فرصة وجود الأسيس ناصر كتكوت معانا ومدامته، وهنكمل مع بعض الأسئلة والأجوبة مع بعض. لكن قبل ما نكمل الأسئلة والأجوبة، عندنا بعض الإيميلات المشجعة اللي جات للبرنامج اللي أحب أن أنا أشارك كل مشاهدينا بيها. جالنا إيميل بيقول: إلى الإخوة الأحباء القائمين في مجموعات الصلاة من أجل شعب المسيح حول العالم، بركة وسلام لكم من الرب يسوع المسيح، أمين. أشكر الرب يسوع من أجل شفاء أخي أنتون بيد الرب القادرة، بيده الطاهرة هو شفاه. كم أشكر تعب محبتكم من أجل الصلاة لأخي في محنته التي كان يمر بها، جعلكم المسيح قدسا حصينا منيعا بقوة الرب، لا يستطيع أن يحاربكم أي شر، لأن عندما تصلون تحاربون ولكن الرب هو المنتصر. شكرا على صلاتكم. جالنا برضو إيميل تاني: سلام الرب يسوع يكون معكم، أنا مريم من المنيا، أحب أبشركم بمعجزة حصلت مع زميلتي في العمل غادة. ما كانتش بتخلف من 7 سنين وهي الآن حامل في الشهر الرابع، وهي ما كانتش تعرف إنها حامل، لكن هي فرحانة وبتتابع برامجكم ودايما بتتعلم منها. هللويا، الرب يتمجد. إخواتي بالرب، أريد أن أبشركم بخبر مفرح جدا، معجزة حصلت اليوم لصديقتي اللي كان عندها ورم تحت جلدها في ثديها، قد زال تماما من غير ما تعمل أي عملية. هللويا. اليوم العصر ذهبوا للطبيب علشان يحددوا معاد للعملية، وقال أعملوا فحوصات الأول قبل العملية، وأول بس ما شافها قال الله هو فين الورم ده. الرب قدير. عايز أفرحكم بالمعجزات، إلهنا بيسمع الصلاة خصوصا لما بيتحد شعب الرب في كل أنحاء العالم من خلال برنامجكم، الرب بيستجيب. قد إيه بنفرح بالإيميلات اللي بتيجي، بركة 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 وتشجيع تشجيع. أنا بشجعكم أنكم تحطوا كل طلبات الصلاة بتاعتكم في إيميلز أو في الميل العادي، يعني البوستة العادية، أو على الويب سايت تدخلوا إم فاضلة برضو في مكان تكتبوا فيه طلبات الصلاة. وبشجعكم أكتر أنكم بتشهدوا عن عمل الله واستجابته للصلاة، عشان كده عملنا إيميل اسمه استجابة@mfadila.org، استجابة@mfadila.org. فرحونا باللي الرب بيعمله معاكم، ونفرح كلنا ونمجد اسم الرب، لأن فعلا المعجزات بتمجد وبتعلي وبتبارك الرب إلهنا، ويعرف كل العالم أن إلهنا حي وإلهنا بيستجيب. مرة تاني مع القسيس ناصر كتكوت ومع مدام نورة. نورة نورين، أنا بدلعك. المرة اللي فاتت كانت الحلقة في منتهى القوة، كنا بنتكلم على البنات اللي بيتقال لهم اعمل لكم عمل، وناس بتخدعهم وتقول لهم تعالوا انا افك لكم العمل، وبيبقى فيه انتهاكات جسديه جنسيه، وبيقولوا لهم ان دي الطريقه اللي العمل هيتفك بيها. وعرفنا يا سيس ان ده كله كلام شيطاني. الاسيس اللي يدخل البيت عشان يفك عمل لازم يكون في وجود اب او ام او اخوات، يعني ما يجيش واحد يقول لك تعالي وحدنا أفك لك العمل، ده فيها حاجة غلط. يكون الشخص ده مشهود لي. أي ما الشخص يبتدي يديكي ورقة ولا يدوكي حاجة يقولك حطيها في مكان معين، ده غلط. أول ما يقولك هدهنك بالزيت في حتت حساسة من جسدك، ده غلط. دي معلومات قيمة جدا، الناس كتير عمالها تقع في الكلام ده يا سيس. مظبوط طبعا طبعا، ده لا ينفي إن في ناس قصوص
وخدام اتقياء جدا وبيصلوا وربنا عطيهم مواهب زي ما انت بتقولي يعني بالزبط. في ناس ربنا عندها مواهب فعلا مقدسين افاضل وبيخافوا الرب وبيصلوا وربنا بيعمل معجزات ودي العلامات اللي احنا ناخد بالنا منها. يعني الله بيدينا حكمة عايزنا حكماء مش اي حد ما يقول اي حاجة نجري وراه بالزبط. ونقيس كل كلمة حسب الكتاب المقدس كل كلمة بنسمعها. يعني هل ربنا يرضى ان حد يدخل في علاقة جنسية مع حد لا طبعا بخارج الجواز يبقى فعلا في حاجة غلط. يعني الكتاب لما بيقول في الأيام الأخيرة أزمنة صعبة وفي أرواح مضلة في أرواح ضلال الناس تحت ستار كلمة الله وكلمة الله بريئة تماما بيستخدموا الأساليب دي. لكن بنقول تانا ده هو أن القسيس الطاق اللي بيخاف الرب بيصلي قدام الجماعة عادي جدا وعارفة بيبقى معروفين عارفة من ثمارهم تعرفونهم باين. يعني اللي عاوز أنصح للبنات إيه هنا مش أي حد يقول فلان 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 تروح لأن في ناس بيدعوا إنهم بيصلوا وهم ناس بعاد تماما عن الرب. طب كلمة للأمهات اللي بيزقوا بناتهم روحوا فكوا العمل عشان تتجوزوا. أنا بقول للأمهات يعني ما يخافوش على أولادهم ويستنوا إرادة الله ولما ينصحوهم ان هم يروحوا يصلوا مش عند اي حد وخلاص لازم يعرفوا يفحصوا الشخص اللي هم رايحين يكون مشهود ليه يكون شخص فعلا مؤمن معروف للناس كلها. فبنصح كل البنات وكل الامهات ان هو وفعلا بيبقى احيانا كتير معمول سحر مظبوط معمول لها سحر ومحتاجه صلاه والسحر بيتفك بس مش اي حد اللي يصلي انسان يكون مشهود ليه انسان معروف بيصلي فين الناس كلها بتشهد عنه ده شيء مهم جدا. وصلاة غير الصلاة اللي هي من الكتاب المقدس ورقة أي حاجة تانية زي ما أنت قلتي ده ملوش دعوة بكلمة الله نهائيا ده إنسان ما يعرفش الرب. ده بيحصل مع البنات اللي ما بتتجوزش وبيحصل مع الستات اللي ما بتخلفش وبيحصل أو عندها مع مشكلة. البنات اللي فاشلة في حياتها ومش ناجحة في المدارس. يعني أي صورة من الصور دي كلمة الرب ودم يسوع هو اللي يفك أي حاجة إبليس بيترعب منه. عشان كده الناس هتسأل نعرف إزاي. أنا بفضل أن يروحوا للكنيسة اللي بيصلوا فيها مثلا ومع الأسيس بتاع الكنيسة أو خادم الكنيسة مع مجموعة الكنيسة في مرشدين في الكنيسة يعني بلاش يروحوا كده من لأي حد وخلاص ولا يقروا في الجورنال اسمها بالظبط يقروا في الجورنال إعلان أو يسمع ويقول لك أنا سمعت واحد بيصلي أمين. في حاجة اسمه كنيسة وفي ترتيب كنسي وفي أسيس وفهم الشعب وعنده مرشدين وعنده مشيرين. وعلى فكرة في بعض الحالات يا أختي إيفيت بتحتاج إلى طبيب نفسي بتحتاج إلى مرشد روحي بتحتاج لواحد عنده موهبة إن الرب يستخدمه. فأنا بقول الكنيسة فيها كل الشخصيات فلو دخلت تحت كفر الكنيسة وفي راعي في الكنيسة وفي خادم أنا أعتقد هتبقى ماشية صح. عارف يا أسيس أنت قلت كلمة يعني في حالات بتحتاج علاج نفسي لأن إبليس دخل بيت تخيلوا معايا حرامي دخل بيت ودخل عشان يسرق وهو بيسرق فك الأسلاك وفك الحاجات وضرب الحاجات وقعها فالبيت خرب البيت خرب فعشان كده النفس خربت اتحطمت حاجات كتيرة اتكسرت جواها. عشان كده ممكن يكون العلاج النفسي مع العلاج الروحي ملازمين لبعض. انت قلت كلمة خطيرة ليه انا قلت الكلمة دي هقولك في بعض الحالات للبنات واللي ما بيخلفوش واللي ما بيتجوزوش واللي عنده مشكلة واللي عنده مرض الى اخره بيقولوا ان سحر هم في مرات كتير مش بيبقى سحر بس بيقولوا ليه سحر لان وقعوا في واحد قال لهم ما عمل لكم سحر ساب الكلمة ضربهم بالكلمة ومشى. يعني إذا الله بيّن لي إن معمول لفلان سحر اللي أعطاني موهبة التمييز يديني بعطيني الموهبة إن أنا أقدم العلاج. يعني لما أروح للدكتور بيقول لي خلي بالك ده أنت عندك مشكلة في المعدة طب يا دكتور أعمل إيه يقول لي ماليش دعوة قال لي ما ينفعش ما تسيبنيش ما دام شخصت المرض اديني العلاج. فانا بقول مرات ناس بتبقى ايه ياخدوا كلمه معمول لك عمل تعيش بوهم معمول لها عمل وما فيش وفي ناس بيبقى فعلا معمول لها عمل. اعتقد انا عاوز اوصل فكره ايه هنا ان لا كل المشاكل من الاسحار الاعمال السحريه ولا كل المشاكل اللي ما فيش اعمال سحريه. فالمستمع ما بيعرفش يميز فبرضه تحت الستار ان في كنيسه وفي مرشدين يقدر يميز كويس. يعني عارف اي يا حد يقول ده مهم جدا يعني الحل هو الصلاة ودم يسوع وربط كل أرواح بتهاجم. تمام. في البرنامج هنا احنا عندنا صلوات
تساعدك وتعلمك انك لما تقولها كلها حاجات كتابيه وايات كتابيه، تتعلمي ازاي تربطي ابليس واعماله وثماره وجذوره في حياتك. اطلبي البرنامج وقولي انا عايز الصلوات اللي تربط ابليس وتربط كل الارواح الشيطانيه عشان اكون منتصر. غطي نفسك بدم يسوع على طول. اتفضل قسيس. في حاجه مهمه عشان برضو اللي بيسمعونا، واحده ما اختبرتش الرب او واحد ما قبلش الرب، مهما قال من كلمات برضه هتبقى عنده مشكله. ايه هي؟ لازم الخطوه الاولى يقبل المسيح مخلص. بالظبط. لان دي مشكله كبيره يا اختي ايفيت. ليه؟ احكي لي حكايه ايه؟ لو جه ولقى البيت فاضي يعني يعني واحد يجي وياخد مكانه بقى هو سبعه. يعني الوقت الكتاب المقدس بيتكلم، المسيح نفسه بيقول لو في واحد عليه روح شرير وجينا صلينا معاه وطلع الروح الشرير، اهله بيتبسطوا ويزغرطوا ويفرحوا، الواد كان عليه شطان وكان عليه عفريت وطلع. المشكلة في اللي جاي لو ما سلمش حياته للمسيح، قال إن الشيطان يمشي ويرجع معاه سبعة. المصيبة الكبيرة لو واحد راح صلى وطلع التمانية، يعني الوقت بقى عليه سبعة، مصيبة كبيرة. ليه بقى؟ كل واحد هيجي بسبعة. هي دي المشكلة بجد. المصيبة الكبيرة لو واحد راح صلى للسبعة والتمانية وماشوا كل واحد جاب سبعة، سبعة في تمانية بستة وخمسين، احنا سببنا له مصيبة. فانا المفروض ان يقبل المسيح مخلص لحياته، خلصت المشكله. نفس اللي معمول لها عمل، صلينا وتفك العمل، تيجي ترجع تقول لك ايه العمل لسه قاعد. لا لا، مش العمل لسه قاعد، هي ما قبلتش المسيح مخلص، هو ما قبلش المسيح. فكل ما حد يعمل لها سحر بيأثر فيها. طبعا هي دي القضيه. طبعا، وده دي قضيه خطيره. مشاهدينا الاعزاء، لو انتوا بتمروا بمشكله زي اللي انتوا سامعينها بنتكلم عليها، ابعتوا لنا واحنا هنصلي معاكم وهنشوف ناس تساعدكم في المكان اللي انتوا موجودين فيه. طبعا ما عندناش ناس في كل حتت في العالم، لكن هناخد الخطوه دي بالايمان وهنشوف نساعدكم ازاي. تعالوا نشوف الفاصل بتاع الفيسبوك ونرجع مع بعض تاني. النهارده الفيسبوك وسيله اتصال سريعه بيعرفنا اخبار بعض. أحب أعرف أخباركم وتعرفوا أخباري. هتلاقوني على الفيسبوك على صفحة برنامج المرأة الفاضلة. هستناكم تتواصلوا معايا على الفيسبوك الجديد. هنرجع تاني للأسيس ونورة. تفتكروا الشيطان بيسمع ولا بيقرأ أفكارنا؟ الشيطان بيسمع. اديني حاجة تثبت. في دليل كتابي في أيوب إصحاح واحد وعدد ستة. وكان ذات يوم أنه جاء بنى الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال. فأجاب، يعني هنا سمع الرب هو بيسأله السؤال. الرب بيسأله بيقول له أنت من جيت منين؟ فهو سمع الرب ورد، ما عشان يرد لازم يكون سمع السؤال. فرد على الرب: فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. برضو في عدد، في العدد اللي بعده: فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ برضو الرب بيسأله سؤال تاني للشيطان، قال له أنت جعلت قلبك على عبد أيوب؟ لأن ليس مثله في الأرض، لأنه رجل مستقيم كامل ومستقيم. فقال الله، مش يمكن النور مش واضح، لكن لو ممكن تكملها قراية يا سيس. بيقول فقال، لأن ليس مثلها في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر. فأجاب الشيطان الرب وقال: هل مجانا يتقى أيوب الله؟ يعني هنا في حديث داير بين الله وبين الشيطان. الحاجة الغريبة إن لولا الكتاب المقدس فعلا أظهر لنا ما يدور في عالم الظلام أو الحاجة المخفية، كنا هنتغلب. احنا ما نعرفش، وده مشكلة ناس كتير بتشاهدنا. إيه حكاية الشياطين بتعمل ده كله؟ سفر أيوب أصح واحد واثنين بيحكينا عن أن الشيطان لديه معرفة وفهم ومشاعر وحركة وما بينامش، ما بيهداش. صحيح يعني يعني مثلا لما هنا مثلا إيه، مش يعني هم ما عرفش أنا بفكر في إيه، لكن يعني لكن بيشوف. فلما يقول له ايه، انت باركت اعمال ايدين ايوب، سيشت حوله. طب ازاي عرف ان في حراسه حواليه؟ ما هو شايف في الارض، لان هو يبقى بيشوف. وبعدين يقول له: هل جعلت قلبك على عبد قلبك؟ يعني عنده مشاعر.
وبعدين يقول له ايه؟ يقول له طيب انتشرت مواشيه في الارض. ازاي الشيطان عرف ان الجمل ده بتاع فكر ايوب؟ كان عامل على كل جمل بادج وكاتب تبع ايوب، مش كاتب صحيح يعني، ولا كل بقره ولا كل اتان، لا، بس ازاي عرف؟ لان الله كان حاطط عليها حراس، يبقى عنده معرفه وفاهم وشايف وعارف. بس الملفت للنظر ازاي عرف ميعاد اجتماع لما بنوا الله اللي هم الملائكه راح يقدموا تقرير لله، يقول فجاء الشيطان في وسطهم. عرف ميعاد الاجتماع، ودي تورينا حاجه، لما يبقى في اجتماع في كنيسه وفي مؤتمر الشيطان بيبقى عارف المواعيد بجد، وممكن بيروح يبهدل الدنيا بيخرب قبليها. عشان كده احنا علينا بقى ايه؟ واجب. بس خليني الفت نظر المشاهدين لحاجه، يمكن ناس بتقولوا انتوا ايه اللي خلاكم تتكلموا على الشياطين، اتكلموا على ربنا. احنا بنتكلم في المواضيع دي لسببين. السبب الاولاني ان الله علمنا في الكتاب المقدس ان لا نجهل الافكار، علشان اعرف عدوك عشان تعرف تحاربه وتعرف تضربه الخطه المظبوطه. واحنا دايما بنقول هنا حلول، لو انت بتمر بكذا الحل كذا. وعشان الموضوع مهم، ولو ما كانش مهم ربنا ما كانش ذكره في الكتاب المقدس في اصحاحات كتيره. وبيعلمنا من ذكر كل الامور دي ازاي نمسك سلاحنا وازاي ننتصر عليه. ان ممكن ناس تقول كده، وبصراحة يعني في آية مهمة جدا وبقولها لكل اللي بيستمعنا في أي حتة في العالم، حتة نحن بنتكلم على الشيطان ده مش بنكبر الشيطان، بالعكس ده احنا بنقول إيه؟ الرب قال اسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول. يعني الشيطان ما بينامش. عارفة عيب المؤمنين؟ سامحيني، نايمين. ويقول لك لا ده هو لقاها فرص. الشيطان ما بينامش خالص إطلاقا، فما بينامش وسهران. والكتاب قال اسهروا لان ابليس خصمكم. فلازم عارفه في الحروب يقول لك عشان تنتصر اعرف عدوك. بالظبط. بس انا لازم اعرف عدوي واعرف ان انا منتصر عليه، منتصر. بس لو انا ما عرفتوش انا بعيش مغلوب. على فكره يعني بيخرب العائلات وبيخرب البيوت وبيسمع. انا مش عاوز بس نطلع بعيد عن الحاله في حته ان هو بيسمع. لما احنا قاعدين دلوقتي بنحكي في موضوع ما دام طلع في الهواء الشيطان سمعه. لما سمعه الشيطان يبتدي بقى يفكر اعمل ايه. وهلاقي لك قصص كتير جدا في الكتاب المقدس بالحكايه دي. ان الشيطان لما مثلا المسيح راح للراجل اللي عليه لاجئون شافه من بعيد قال له ما تعذبنيش. قال له انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي لاجئون. يبقى بيسمع وشايف وفاهم كويس جدا. طيب الحل ايه؟ يعني انا النهارده بعمل خطه ضد ابليس في الملكوت. عندي كرازه كبيره، عندي خدمه كبيره، بسجل برنامج. بعمل ايه؟ أعلن. علشان أوقف إبليس عند حد. أعلن حماية المسيح في يعني في البداية. يعني إحنا الوقت نعمل مؤتمر. مش معقول هنقول لك إيه هكتب لك على ورقة عشان ما طلعش الكلام ده. أنا بعد كده نستخدم لغة القرص بقى وجاد ونتجنن كلنا، كل واحد يكتب للتاني ويشاور له في مؤتمر بعد يومين. لا، إحنا بنعلن، لكن بعد ما نعلن ما نقومش من القعدة إلا نعلن حماية دم المسيح على الجماعة على المؤتمر، ونصلي لغاية ما يتم من أمر الرب ويكمل. أنا كمان سمع أننا قبل ما نجتمع بنصلي وبنعلن حماية الدم على المكان، وبنغطي المكان بالدم، ونغطي أفكارنا بالدم، عيالنا بالدم قبل ما نتكلم. وبنعلن أن إبليس ملوش مكان في وسطينا، يعني بنطرده وبنتغطى بالدم وبنحط البراير شيلد. بنكلم الناس ان النهارده بسجل كل مجموعات الصلاه بتصلي، يبقى في حمايه في السياج في البراير شيلد اللي هي مجموعات الصلاه والناس اللي بتصلي دي عامله سور، وفي حمايه الدم وفي الحمايه باسم يسوع. ده بالنسبه للمؤمنين، لكن بالنسبه للخاطي دايما بيشتكي بان الشيطان بيهاجمه، وفعلا الشيطان بيقدر عليه وبيهاجمه وبتعمل لهم اسحار وبتمشي في جسدهم وفي مشاكل وفي وفي. لكن الخاطي اول حاجه يعملها يسلم قلبه للرب. الرب هيعمل عليه حراسه الهيه، لانكم بقوه الله محروسين. الرب بيحفظ المؤمن، يقرا في الكتاب المقدس باستمرار، مش هيقدر الشيطان يهاجمه ولا يقدر يتعمل له سحر. حتى لو اتعمل سحر مش هيأثر فيه، لأنه دايما ماسك كلمة الرب، دايما بيصلي، قلبه مع الرب. هتبقى فيه عناية من الله وسياج من حوله، زي ما الرب الشيطان قال للرب أنت مسيج حول أيوب وحول بنيه ومواشيه. يعني أنت عامل له سياج، يعني إيه مسيج حواليه؟ يعني سياج سور. عامل له سور حميه وبيحرسه. هللويا. أنت محمية وأنا محمية وأنا محمية، لكن الحماية دي بتاخد شكلها الصح لما نعلنها.
بقولها يعني الخطوات، إذا واحد خاطب يسمعنا يقبل المسيح مخلص أصبح عليه حراسة، الحراسة دي لما يجي بعد كده يستخدم أو هيعمل حاجة هيمشي في موضوع يعلن حماية المسيح قبل ما يقول، ودي لها دليل كتابي حاجة تانية. المسيح كان له خطة للتلاميذ، اذهبوا للعالم كله. طب ايه رأيك نكمل بعد ما نعمل الفاصل اللي جاي؟ طيب مشاهدينا يتفرجوا على الفاصل ونرجع لكم تاني بعد الفاصل. ربنا دعانا اننا نبني جيش يحارب بالصلاة ونقوم بحركة صلاة عالمية، بدعوكم انكم تكونوا جزء من هذا الجيش اللي يغير العالم. رسلونا على pray@infadila.org. كمان تقدروا تبعتولنا طلبات الصلاة على نفس الإيميل pray@infadila.org. أنا مش عارفة الحقيقة قد إيه أكلمكم عن موضوع الصلاة وأهميته. محتاجين نبني جيش حول العالم، جيش قوي يحارب إبليس ويحارب كل خططه. عشان كده بشجعكم تشتركوا في جيش الصلاة. في جيش الصلاة أنتوا في جيش محميين، وفي نفس الوقت كل طلباتكم معلنة في كل مكان، زائد أن أنتوا بتشيلوا، مش بس أن أنتوا يعني طلباتكم بتبقى محطوطة، لكن أنتوا بتشيلوا ناس تانين، وبكده مملكة الرب يسوع تقوى طول ما في ناس ركعة ومصلية وناس بتعرف تحمي وتاخد مكانها في الثغرة. أسيس عايزين نكمل. طب أنا أتحمي إزاي من إبليس؟ أتحمي إزاي؟ المسيح أكبر واحد مخطط ومدير ومدبر صح في كل الخطط الكرازة على الأرض. المسيح ليه المجد لما جاء عشان يموت على الصليب، مات على الصليب. الشيطان يعني بص ده كان جواه هو، حتى الناس نفسها المسيح عاش مع التلاميذ وكان يحكي لهم كتير عن الموت والقيامة، ولجات ما مات وقام التلاميذ ما كانوش مدركين للموضوع، مش مصدقين والدار لما قال لهم انه قام مش مصدقين العملية. اللي عمل المسيح بقى على الأرض ايه؟ قال للتلاميذ في تخطيط، ايه الخطة؟ لازم العالم يتخلص، اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالإنجيل الخليقة. بس يعمل ازاي؟ يعلن الحماية قبل ما يطلعوا. في تخطيط اهو، فالشيطان هيخطط. قال لا تبرحوا من اورشليم الى ان تلبثوا قوه من الاعلى. قعدوا كام؟ 40 يوم و10 ايام تاني لما جاء يوم ال50 وكان بنفس واحده، لما خدوا قوه قدروا يخدموا. معناها ايه هنا؟ قبل ما اطلع لمؤتمر لخدمه لمشروع لبزنس، خليني اقعد قدام الرب واعلن الحمايه قبل ما اتحرك، لان اول ما اعلن الشيطان هيشتغل. أول معلن الشيطان يشتغل، لكن يجي بص لأني متغطية بالدم، ما خلاص بقى محمية، هو اللي يجري. أليس أنك الدم فيعبر عنكم. تمام. أليس أنك سيجت حوله في سياجه. أنا يعني قبل ما أطلع عملت الصور، فالشيطان هيجي لاجي في صور، لكن أطلع كده من هقول لك ليه. ناس كتير في المؤتمرات وفي الخدمات وفي كتير يحكوا كتير وما فيش حاجة بتتم، عارفة ليه؟ ما بيعلنوش حماية الرب. يحكي هنعمل 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 وتقعد السنة ليلة راس السنة يحط لك 100 تعهد وتلاقي عمل كم واحدة ولا عمل حاجة. الشيطان عطله وعرف اللي عاوز يعمله بجد، يعني عرف هذا عاوز يعمل ويقرأ الكتاب هعطله، ومش عارف يعمل ايه هعطله، ده عاوز يصوم هعطله، ده وهكذا. يعني خليني أعلن الحماية قبل ما أعلن الشيء، ولما أعلن يبقى أنا عندي الحفظ والأمن. أمين أمين. وأنا حاجة شخصية بعملها أنا عن نفسي، يعني قبل ما أطلع من البيت بعلن حماية دم المسيح على البيت، بعلن حماية دم المسيح على الأولاد هم رايحين على كليتهم أو مدارسهم، بعلن حماية دم المسيح على شغلي وأنا رايحة شغلي، بعلن حماية الدم على كل البيت، على كل خطواتنا، على كل الناس اللي هنكلمهم، على كل كلمة هتخرج من أفواهنا تكون بتمجد الرب. بعلن حماية دم المسيح على كل خطوات حياتي، وبحس فعلا أن الرب عامل سياج حوالينا. لما يجي الشيطان يلاقينا مش هيقدر يدخل، لأنه في سور، في سور حماية، في سور حماية من الرب. هاليلويا. فالشيطان مش هيقدر يدخل لبيوتنا أو أولادنا أو حياتنا أو في مكان عملنا. أمين أمين. أنا مش عارفة أشكركم إزاي على الوقت الرائع ده والأسئلة وإجاباتها، حاجات محددة جدا. ربنا يبارككم وهنتقابل مرة تانية. أحبائي أحب أقول لكم إن الأوفر بتاع الحلقة دي 2 أوفرز المرة دي. الأوفر الأولاني إزاي تغطي نفسك بالدم،
ملزمه تقدر انك تدخل على الويب سايت mfadila.org وتاخدها وتطبعها وتديها لغيرك، او لو مش قادر تدخل على الويب سايت ابعت لنا ايميل وقول لنا انا محتاج الملزمه دي بتاعت ازاي اغطي نفسي بالدم واغطي عيالي بالدم. والاوفر الثاني صلوات ازاي ان انا انتصر على كل ارواح ابليس، كل جذوره كل ثماره كل حاجه بتعملها بيعملها في حياتي، ان انا بصلاتي وباتجاهي للدم وبالحمايه في الدم وبالحمايه في اسم يسوع انتصر ويبقى ابليس فعلا تحت الاقدام. بحب اتواصل معاكم، اتواصلوا معايا، انتوا غاليين عليا قوي وانا بحب الوقت اللي انا بقعده معاكم، ده بركه ليا، خلوني اسمع منكم وخلونا ناخد مع بعض قرار النهارده، قرار ان احنا نختار، ولما احنا نختار هو بيغير. لو احنا اخترنا اننا نصدق ان الله اقوى ونصدق قوه الدم هو هيغير وهيجيب قوه. خلونا مع بعض نتكلم ونقول انا علي الاختيار ان انا اصدق قوه يسوع، قوه دم يسوع، قوه اسم يسوع، وان انا امارس هذا الامر، ولما انا ابتدي اعلنه وامارسه هو يجي بالتغيير. افتكروا دايما انا علي الاختيار وهو عليه التغيير. فاضلة تتحلى بصفات الإيمان، عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان، كسفينة تاجر من بعد تجتذب طعام، وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان، يمدحها زوجها ويطول